بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع مستر فتحي الغنين. سؤال وهجاوبك عليه، وانت بعد كده هطلب منك ان انت تجاوب عليه كأن انا ما جاوبتوش. عمرك شفت اسهل من كده في الدنيا؟ قدامك اربع رسمات، الف وب وجيم ودال، بطارية ومصباح وسلوك موصلة بين البطارية والمصباح، واتجاه التيار، بس في اتجاه تيارين. الاي بيمثل اتجاه التيار التقليدي، والاي اللي عليها سالب دي بيمثل اتجاه الالكترونات او التيار الفعلي. طيب انا عارف ان التيار التقليدي هو التيار اللي بيبقى اتجاهه من القطب الموجب الى القطب السالب عبر السلوك. اما التيار الفعلي او اتجاه حركة الالكترونات بيبقى اتجاهه من القطب السالب الى القطب الموجب، من القطب السالب الى القطب الموجب عبر الاسلاك خارج المصدر الكهرباء. يبقى التيار التقليدي اتجاهه من القطب الموجب للسالب عبر الاسلاك خارج مصدر التيار الكهربي. التيار الفعلي للتيار الاتجاه الفعلي للتيار او اتجاه الالكترونات بيبقى من القطب السالب من القطب الموجب عبر الاسلاك خارج المصدر الكهربي. اشكال بقى الاربعه اللي قدامك دول، مين فيهم الصح اللي بيدل على اتجاه التيار الفعلي واتجاه التيار التقليدي؟ لو جيت على الشكل الاولاني هتبص تلاقي التيار التقليدي اللي هو اي اللي ناحيه الشمال ده في الف خارج من القطب الموجب رايح على القطب السالب، واتجاه التيار الفعلي او اتجاه الالكترونات داخل على القطب السالب اللي هي اي سالب دي. طيب ادي شكل، بتعيد الفيديو تاني اهوت ب التيار الاي اللي هو التقليدي خارج من الموجب رايح على السالب، وكان فيه التيار الفعلي او اتجاه الالكترونات خارج من السالب رايح على الموجب، ده شكل به. انت بتعيد الفيديو كذا مره بتشوف اتجاه التيار التقليدي اللي هو اي والفعل اللي هو اي عليها سالب، وبتجاوبني بقى مين فيهم الشكل الصح اللي بيدل على الاتجاه الصحيح للتيار الاصطلاحي او التقليدي واتجاه اتجاه الالكترونات او اتجاه التيار الفعلي. مع اطيب امنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق، مستر فتحي الغنيمي. السلام عليكم ورحمة الله.